طيب خلينا كمان نروح لجزئية أخرى، وهي خاصة بترند الأهلي والأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي بشكل عام في السوشيال ميديا، وبالتحديد من خلال أو نبتدي بحساب سبورت 360 على تويتر، واللي بيقول إيه؟ بيقول الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يسيطر على كل شيء، أقوى هجوم، أكثر فريق ليه فرص للتسجيل، أكثر فريق اصطدمت كراته بالعرضة، أكثر فريق له تسديدات، أكثر فريق له تسديدات على المرمى، أكثر فريق له عرضيات، إحصائيات وأرقام كلها مميزة بالمناسبة بالنسبة للنادي الأهلي. إحنا مش أقوى خط دفاع بس يعني في أرقام كتيرة جدا في صالح النادي الأهلي، وده أمر جيد. يلا كورة، حسام على فيسبوك بيقول لك إيه؟ مباراة النصر قد تشهد عودة كهربا لقائمة الأهلي بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة، وطبقا برضه هننتظر الرؤية الفنية لمستر بيتسو موسيماني ومدى جاهزية كهربا للانضمام للقائمة، لكن النسبة الأكبر ان هو هيكون متواجد في مباراة النصر، يشارك بقى ما يشاركش ده قرار المدير الفني، احنا مالناش دعوة بالجزئية دي، لكن مهم جدا ان كهربا يكون جاهز في المرحلة اللي جاية بما انه لاعب في قائمة النادي الأهلي ولاعب مهم ومؤثر بكل تأكيد، أكيد هنحتاجه خلال الفترة اللي جاية. الأهرام كمان وحسامه على تويتر بيتكلموا في نفس الجزئية وبيقولوا ان الزمالك والإصابات يجبران موسيماني على الاستعانة بكهربا، لا مفيش إجبار خالص خالص خالص. ليه؟ لأن الأهلي بيمشي بسياسة معينة وبنظام وسيستم معين، أنا كان عندي لعيب غلط، غلط، اتعاقب، اتعاقب، العقوبة خلصت ولا لأ؟ خلصت، إذا هو اللاعب متاح للجهاز الفني، فبالتالي مفيش إجبار ولا حاجة، أنت كده كده كنت هتجهز كهربا سواء في إصابات أو مفيش إصابات، فكهربا أكيد بيتم تجهيزه للمرحلة الجاية الهمة جدا. نروح للحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر وبيقولوا ان موسيماني يجهز ناصر ماهر للمشاركة في مباراة النصر، ايضا من ضمن الوجوه اللي ممكن نشوفها في مباراة النصر هيكون ناصر ماهر، ولاعب ايضا اكيد هيكون اضافة لصفوف النادي الاهلي في المرحلة الحالية. خلينا كمان نروح لحساب الوطن الرياضي وحسابه على فيسبوك وبيقول لك غياب 5 لاعبين عن لقاء القمه، وبيتكلموا في عدد من اللاعبين اللي بيغيبوا سواء علي معلول، محمود وحيد، حمدي فتحي، جونيور اجاي، وكمان محمد هاني، لسه ياسر ابراهيم. انا اتكلمت مع حضراتكم في الجزئيه دي في بدايه الحلقه وقلت لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه بمين هيلحق مين مش هيلحق مباراه الزمالك. خلينا كمان نروح لحساب الرسمي للمصري الرياضي على تويتر واللي بيقول لك في طلب عاجل من موسيماني لطبيب الاهلي بشان علي معلول. يا جماعه علي معلول لاعب مصاب، لاعب مصاب في صفوف النادي الاهلي بيتم معالجته زيه زي بقيه اللاعبين. متابعه موسيماني مش لعلي معلول بس، متابعه موسيماني لكل اللعيبه المصابين، هو في اشد الحاجه لاي لاعب مش علي معلول بس. طبعا علي معلول اهميه كبيره جدا بالنسبه لصفوف الاهلي، لكن الفريق ككل والمدير الفني في حاجه لكل لاعب مصاب، وفي حاجه لجهود كل لاعب يكون موجود معاه في القائمه، عشان احنا شايفين ضغط المباريات وشايفين البطولات الكبيره اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، فبالتالي المهم ان هو يكون بيتابع كل التطورات اللي بتتعلق باصابات اللاعبين، مش لاعب واحد. طيب خلينا كمان نروح لفي الجول ومصدر باتحاد الكره اللي في الجول قال لك لم نخاطب اي اتحاد اوروبي لاستخدام حكام اجانب لاداره مباراه القمه، هناك استقرار على محمود البنا لاداره المباراه، يعني هم اتحاد الكره مصمم خلاص، نتمنى كل التوفيق للحكم اللي هيكون موجود في المباراه دي. قال لك ايه؟ لن يتم استبعاد البنا من اداره المباراه الا في حاله حدوث ظرف طارئ او ظهور مسحه ايجابيه لكورونا بعد الشر عن اي حد، ونتمنى ان المباراه تخرج بالشكل اللي يليق باسم الفريقين الكبار.